ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل لما جعلته سهلا، تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فإن من لطف الله بعباده ورحمته بهم أنه يفترض عليهم الفرائض ثم يرغبهم في أدائها ويفتح عقولهم ويشرح نفوسهم للإقبال عليها. وحينما أوجب الله تعالى هذه الفريضة التي هي فريضة الصيام قدم لها بما يرغب فيها ويجعلها محببة لدى النفوس، لأن هنالك فرقا بين أن يأتي الإنسان العبادة وهو مقتنع بها فاهم لأهدافها وأغراضها فتنشرح نفسه، أو يكون في غيبة عن كل هذا فيأتيها وهو لا يعرف أهدافها ولا يستلذها أصلا. لذلك حينما أوجب الله تعالى الصوم قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه جمل مختصرة ولكنها غزيرة المعاني. يقول الله للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وهذه نسجلها أن هذه شعيرة كتبت وفُرضت، وكتب في القرآن لها معاني، ولكن من أبرز معانيها الفرض أي المفروض. كتب عليكم إذا أحضر أحدكم الموت الوصية للوالد، فما قال الله فيه كتب فمعنى ذلك أنه مفروض. لذلك حينما يأتي إنسان في آخر الدهر ليقول إنه اكتشف بأن الصيام ليس مفروضا، نقول إنك لم تفهم لغة القرآن ولم تحم حول لغة القرآن ولا معرفة لك به. إذا كان القرآن الصيام على الاختيار كما يقول هؤلاء الذين ليسوا علماء ولا طلبوا العلم ولا أفردوه ولا خصوه بزمن، في لحظة من اللحظات قالوا اكتشفنا بأن الصيام ليس واجبا بدليل قول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، أي هو على التخيار. هذا شيء فظيع، لأنه أولا يدل على جهل باللغة، يدل على جهل بالتشريع، ويخطئ الأمة من لدن رسول الله إلى الآن. كأننا نقول للأمة الإسلامية: أنت أخطأت في فهم الدين بالعلماء بكل من كان فيك، لم تكن تفهمين حتى. وهذا دائما أمر مهم، لأننا في حينما نقرأ الآن في بعض المواقع دائما نجد أشياء يريد البعض أن يقدمها على أنها اكتشاف جديد، وهي ليست اكتشافا، إنما هي تعبير عن جهل لا أقل ولا أكثر. وهؤلاء يريدون أن يربكوا الأمة، فرائض الأمة وشريعة، كل مرة يقول شخص كلاما وهو كلامه مردود عليه من حيث إنه ليس من أهل العلم. لو أصاب من ليس من أهل العلم لكان مخطئا، ولكن أن نخطئ الأمة كلها بجماهير علمائها وبكل من مر ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر أن هذه الأركان وأن الإسلام بني على خمس، منها ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم إلى من بعده، نقول لهم: أنتم تخطأتم وأننا اكتشفنا لكم شيئا جديدا. وهؤلاء الذين هم ضعفاء النفوس يتصيدون هذه الأشياء ويقفون عندها وهم فرحون بأن جاهلا سقط على جاهل، جاهل لقي جاهل. وذلك أقول لابد أن نحذر في قضية التشريع، لأنه دين، إنه دينك لحمك ودمك كما قال الرسول. الدين ليس سهلا، ليس هينا إلا من هان عليه الدين.
أصحاب التدين يعرفون أن هذا الحمى يجب أن لا يحوم حوله كل إنسان، وأن لا نفسده بالآراء التي يلقيها الناس من هنا وهناك. وما أكثر ما سمعنا في هذه السنوات الأخيرة، وما أكثر ما رحب الناس بأنهم اكتشفوا أن الإرث فيه خلل، وأن المرأة مضطهدة في الشريعة الإسلامية، وهؤلاء الذين يضطهدون الشريعة المرأة في مجرد لبس قطعة ثوب تضعه على رأسها فتحاسب، ويخرج برلمان ينفض، برلمان أوروبي يبيع للناس الديمقراطية ولكنه ينفض لمجرد أن امرأة لبست لباسا معينا. دعوها تلبس ما تشاء، إنها لا تفرض عليكم أن تلبسوا، ولكن لما تتدخل في حريتها ثم تقول نحن نحميك من دينك الذي جار عليك وطغى عليك؟ هذا شيء لابد أن نقوله بالمناسبة. فإذن قول الله تعالى كتب عليكم الصيام فيه معنى الفرضية والإلزام، وفيه أن هذه الأمة تلقت هذا الأمر هكذا، وأصبح هذا إجماعا، إجماع الأمة. نضيف هذه، الأمر الذي يكون إجماعا لا يمكن أن ينقضه فرد. لماذا؟ لأن الجماعة الكثيرة التي تنظر في الشيء يستحيل أن تخطئ ويصيب شخص واحد. فلذلك نعتبر في الشريعة الإسلامية الإجماع مصدرا من مصادر الشريعة، مصدر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. من خرج عن إجماع الأمة يصليه الله، لمن كان يقرأ القرآن بعقل فهذا هو. فإذا لا نتجرأ على شيء طبقته الأمة وعرفته وسارت عليه وتناقلته كابرا عن كابر، ليأتي إنسان الآن ليقول اكتشفت لكم أن البخاري ليس سنده صحيحا وأن كذا. هذه كلها أشياء ترها طبعا لا تنطلي على العلماء، ولكن نخاف على شبابنا أن لا يكون قد تهيأ لهذا، خصوصا أن شبابنا إنما تكفيه الآن من الديانة العاطفة ولكنه لا يصبر على العلم. شبابنا لا يقرأ، لا يجلس عند العلماء، وبالتالي نخاف عليه أن يخترق بهذه الأشياء. الله تعالى يقول للمؤمنين في معرض الإقناع بفرضية الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهذه حقيقة أخرى، وهي أن الصيام وإن كان مفروضا على الأمة لكنه ليس فرضا خاصا بها. أي نستطيع أن نقول ما من دين إلا وفيه الصوم. الديانة كل ديانة فيها صوم، تختلف الطرق والمدن ولكن فيها صوم. فهذا دليل على أن هذا الشريعة في الأصل، أن الدين في الأصل واحد، وأن الذي أوحى إلى نوح وإلى موسى وإلى عيسى وإلى غيره هؤلاء من الأنبياء هو الله. فلذلك نحن لا نناقض ولا نخالف ما جاءت به الرسل مما لا زال صحيحا. نحن ما عندناش عداوة مع الرسل، لا أحد من الرسل نحن نعاديه، في حين أن الأمم الأخرى التي تدعي التسامح كل منها يعادي رسولا ما. اليهود والنصارى بينهم خلاف حول النبوة، وأن اليهود حاولوا أن ينكروا أنكروا نبوة موسى، وحاول أحدهم يهوذا الإسخريوطي كذلك أن يقتله، أن يقتل عيسى عليه السلام، وباع ثمنه، باعه واشتراه في مقابل ذلك العمل الشنيع زق خمر، ومعروف هذا في التاريخ. فكل الأديان لا تقبل إلا تقريبا إلا نبيها، إلا نحن نؤمن بجميع الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله. إذن نحن التسامح، نحن الأصل في التسامح، لا نعادي أي نبي. نقول إن الشرائع فيها ما اختلف، فيها ما هجم عليه الناس واختلط، صحيح، وهذا لا نقوله نحن، يقوله أهل الأديان كلهم. ولكن نحن على كل حال نقول إن الصوم
عبادة توحد البشرية كلها. لماذا؟ لأن الصوم ضروري للتدين، لا دين بلا صيام مطلقا، سواء كان هذا هو الإسلام أو اليهودية أو النصرانية. فإذا هذا يحيلنا على تاريخ البشرية، تاريخ الديانات بأنها كلها فيه. وحينما تقرؤون عن موسى عليه السلام تقرؤون عن موسى أنه ألزم بالصيام بشيء يشبه هذا، فالله تعالى واعد موسى 30 ليلة ثم أتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. أي الأصل أن الله وعد موسى 30 ليلة قبل أن يتجلى له، وعده وصام موسى، وصام موسى 30 ليلة. في آخر الأيام ربما، في أحد الأيام ربما استعمل السواك لأنه أحس أن فمه تغير طعمه أو رائحته، فأضاف الله له 10 فكانت 40. إذن 30 هي كما نصوم نحن الأمة الإسلامية، لكن فرق بيننا وبين الأمة الأخرى، الأمم الأخرى، أن ديننا مرسم، الصيام بإيجاب الله والبيان من رسول الله، وليس للأمة فيه أي إضافة. نحن لن نضيف ولم ننقص ولم نزيد، لكن اليهود يصومون في العالي في المجموع في بعض عند بعضهم 6 أيام بطرق معينة، ويصومون غالبا أياما معينة هي ترتبط بتاريخ بني إسرائيل وخروجه من الأرض وما فعله بهم بخت نصر. فإذاك كل أزمنتهم مرتبطة بمناسبة، بمعنى أنها ليست من إيجاب موسى، لأن تشريعات هذه كلها بعد موسى عليه السلام. خصكم تفهموا هذه المسائل هذه باش ما يجيش واحد يبقى يغلطنا، غادي يكون قبلته الكاميرا يبقى في التلفزيون ولا يقول كلام ماشي صح ماشي سليم ولا أحد يرد عليه. ولكن على كل حال فالصيام موجود عند اليهود وهو الآن موجود عند النصارى بطرق، النصارى يصومون بطرق مختلفة، يصومون بطرق مختلفة، منهم من يصوم مثلا 25 ساعة في يوم واحد بالنسبة لليهود وهو يوم كيبور. كيبور يصومون ولكن يصومون في تقريبا 25 يوما. النصارى يصومون وتختلف الكنائس، أكثر النصارى صياما هم مسيحيون في الموجودون في مصر، وهناك مسيحيون ونصارى في جهة أخرى أقل تشددا في ذلك، ومنهم الكنيسة الأنجليكانية لها تخفيف والكاثوليك لهم طريقة، ويقولون إن الكنيسة تميل بإمكانها أن تتصرف. نحن لا نتصرف في شيء، نحن لا نتصرف، وهذا لا نقوله فقط لأننا نناقض هذه المدى، لا، هذا التاريخ. يمكننا أن نجلس الآن ونذكر هذا تماما، متى وقع هذا، متى بدأ الصوم يتغير عند النصارى وعند اليهود، ولكن عند المسلمين كما صام رسول الله وصام أصحابه نصوم نحن الآن. لاحظوا هذه مزية وفضيلة للشريعة الإسلامية، أنها تلتقي مع كل الديانات في من حيث المبدأ، ولكنها حينما فرض الصيام كان موثقا كما أرضه الله تعالى، وليس للبشر فيه مدخل. لماذا يقول الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ كما بينت، لأنه ضرورة ولأنه أساس التدين. لماذا؟ لأن الصوم يتجه إلى رغبة في النفس كبيرة، الإنسان له رغبات، من هذه الرغبات حبه للطعام، وبعض المرات يحب الإنسان الطعام أن يأكله عاديا، ومنهم من له مرض الأكل، معنى أنه ليس لا يحب الطعام فقط بل هو نهم وشره ولا يكاد يشبع، هذا حاجة أخرى مرض. ولكن في الظروف العادية كل إنسان يحب أن يكون شبعان ويكره الجوع وينأى عن الجوع ويبتعد عن الجوع، هذه مسألة مهمة. هذه
هذه الشهية عندنا وهذه الرغبة متأصلة في الإنسان ومكينة فيه. فالشرع حينما يأتي يمتحن، كما امتحن الله إبراهيم في ولده إسماعيل وأمره بأن يذبح ولده، ولا في مراد الله أنه لا يذبح، امتحنه في قدرته على تجاوز العاطفة ففعل. وحينما أراد أن يذبحه تله الجبين، حينئذ عفى الله عنه وقال بأنك صرت من المخلصين. فالله تعالى رفع إبراهيم إلى هذه الدرجة، إلى درجة الخلة، فاتخذ الله إبراهيم خليلا بعد أن نفض قلبه من كل حب إلا لله، وهذا شيء كبير. إذن فللناس يمتحنون، الأنبياء يمتحنون بالأشياء العظيمة، ويمتحنوا امتحن أيوب إلى غير ذلك، وفي كل مرة ينجحون في الامتحان. امتحاننا نحن هو في هاتين الشهوتين، في البطن أن نتوقف عن الطعام لمدة معينة، والفرج أي اتصال جنسي فقط لمدة محدودة، لأن هذا كله يجري على طريقة الأمر الإلهي. الله تعالى يوجب على العباد ما يمتحنهم، ما يختبرهم، صحيح، ولكنه إذ يفعل ذلك فإنه لا يطلب منهم الكثير. يعرف أن البشر عاجز، وأنه بخيل، وأنه حريص، فلذلك لا يكلف الله إلا بما لا يزعجه حقيقة. المال مالك، ولكن إذا قال لك الشرع بعد أن يبلغ المال النصاب وأن يمر عليه حول كامل فأعطي. كم تعطي؟ عشرا، نصف العشر فقط، بمعنى أنك الآن مطالب بأن تعطي جوج ونصف المئة، الشيء الآخر خليه عندك. إذن لم يطلب الله منك 50%، طلب منك القليل، لأن المثيل المال أثير وساكن في القلب، ولكن إذا كنت هاد زوج ونصف ما تعطيهمش هذيك مشكلتك، مشكلة أخرى، معنى هذاك التدين ديالك كل ادعاء. ولذلك قاتل أبو بكر مانعي الزكاة، قاتلهم لأنهم كانوا يدعون الإسلام فقط، لا الذي يمنع الزكاة فقد ركنا من الدين. ولا ينسى عليه أن يقول أنا أصلي وأحج وندير العمرة، خلي العمرة ديالك عندك، هذا فرض، فيجب أن تؤديه بفقهه. سول العلماء، شي يجي أنا كذا كذا وعندي واحد الولد بغى يقرأ ونعطي له الزكاة، باش يقرأ، شنو هي تقلع منا وتجيب هنايا؟ ولدك هذاك استثمار، تقلع الفلوس منا وتعطي لولدك باش يقرأ في أوروبا باش يجي هو يخلف لك، ياكل لا؟ اش تدير في شي لاجئين ولا شي منقطعين؟ قلعت لولدي تمشي تعطيته كذا مسكين، ولا يمشي اسي ولدك تحمله، ولا اسمح، ولا اجمع حوايجك، هذاك ولدك راك تستثمر فيه، المال اللي تعطيه لولدك غدا يردوا لك، يخرج غدا غدا يجي الطبيب وتقول له اعطيني، ويجي المهندس تقول له اعطيني، فلذلك قلع عليك هذا. هذه ليست كلها من مصاريف الزكاة، شحال من وحده ماشي مصاريف الزكاة، شحال من وحده، واحد يديروا في جمعية ديالو، واحد في النادي ديالو، واحد في الحزب ديالو، واحد كل شيء، ذاك شيء ليس زكاة. الزكاة محددة بمصارفها معروفة تمام، ما تزيدش فيها، لأن هذا كاين نوع من بحال فقه ديال التلاعب بالدين، قلع منا ورد منا وقول أنا يخرج الزكاة، خليه عندك حسن لك، إلا غادي ما تخرجوش مزيان غير خليه حسن، بعدا يحاسبك ربي قد مسجد من الأول. إذن هكذا يمتحن الله العباد بأشياء، وامتحننا في الصوم بأمرين هما الطعام والشرب. ومع ذلك يأتي شخص يقول أنا كنت كذا 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 وكليت، كين دير؟ شحال أنا كنت صغير وأنا كذا وأنا كذا وزعفت ودخنت ودك، هذا نهار بعدين تمشي. إذا أنا قلت لكم القليل هو الذي يمتحنك الله فيه. شحال عندك من شهر في العام؟ 12. شحال من شهر تصوم فيه؟ واحد على 12 نسبة كبيرة، واحد على 12، وماشي كله، معناه جزء من النهار. إذن فالله يطلب القليل، يعطي الكثير ويطلب القليل، امتحانا للعباد لأتقن تقوى النفوس، ويكون لأنه شوف، لا صلاح للعبد في الدنيا
ولا في الآخرة إلا بتنفيذ هذه الإحكام تنفيذا صحيحا صادقا. ما فيش تزوير، ما تصورش انك واحد مره جمع واحد ما مشي دير شي تقال طلبه ولا تمشي دير مشيت للعمره راه غفر لك ربي، يغفر لك ربي كتحط الحقوق هذه حقوق. لذلك التوبه فيما هو فيه حقوق، التوبه لا تكون الا باداء الحقوق. لماذا اقول لكم؟ نحن جالسون ولله الحمد نافله، نصوم ونبتهج بالصيام ونسر به. كاين تعرفوا بان الان عدد كبير من الفقراء من العائلات لا تنتظر إلا ذلك الذي يعطيه الناس من زكواتهم، عدد كبير عايشين بالزكاة، ما تشوفهمش في الزنقة لأنهم ما يطلبوش، ولكن الناس العقلاء والفطناء يعرفوا هذا الشيء. واحد راه الآن في بلاد يقول بارا ما عنده شيء وعمي ما عنده شيء وكذا ما عنده شيء ويحاول يفكر فيهم. واحد الآن إذا كان أنا أقول لكم هذه ماشي أنا أقول لكم شيء حاجة بعيدة، راه غير الراس تاعو مكلخ ما يبغيش يسمع هذا الشيء، اللي ما يبغيش يسمع ما نرى معنا ما غادي نقول حاجه اخرى. طالب يدرس ما عندوش باش يدرس ويسمع في الدراسه، ماشي مسؤوليتكم انتوما. كاين اللي ما عندوش باش يقرا وعنده الذكاء وعنده، ما كاين حتى واحد ما تلفت له، الناس يسولوا غير على السياره اللي مزيانه والفلوس كذا والفيرما اللي كبيره عمره ما غادي يكمل هذا الشيء. اعطي حق الله تعالى، عقد ادي الواجب. الارض فيها بزاف ديال المعذبين، في الاحياء ديالنا، في الهوامش، الارامل، كاين اللي راه يتفكر النهار كيفاش يكملوا، وانت ما لاهيش. فلذلك قلت ان القاعده هي ان الله تعالى يمتحن العباد ولكنه لا يطلب منهم الكثير، يعطيهم الكثير ويطلب القليل، كما هو الشان في الصيام. ان هذا ديال اذا صمنا نحن استجابه لله تعالى، ماذا ما معناه؟ معناه اننا نقول يا رب إننا قد ارتفعنا فوق شهواتنا، فوق أغراضنا، فوق مطالبنا. أنت تقول لله تعالى أنا أصوم، لو كان هذا اليوم فيه 10 ساعات لصمت، لو كان فيه 20 ساعة لصمت، لو كان في صيف قائض لصمت، لو كان في برد شديد لصمت. هذا معنى أنك تعطي المثال على صدق إيمانك وأنك تطيع أمر الله تعالى، والله تعالى يستدعينا لكل هذا ليرفع مقاماتنا، ليرفع مقامات. إذن هذا في من حيث المبدأ. لكن أقول كلمة وهي أن الصوم حينما نصومه يجب أن نصومه وفق الإطار الشرعي الذي لا يسأل عن أحكام الصيام، ليس له نية في أن يصوم لغير كلش. هناك أحكام شرعية ابتداء من النية إلى آخر الأعمال يجب أن تعرفها. يكون هناك دروس في المساجد غير في أحكام الصيام، أقعد لا مشغول لا مشغول في لا متى مشغول، نهار يجيك الموت ما غاديش تكون مشغول، غتمشي وبينصلين عليه ويحاسبوك ما تقول مش كنت مشغول. فيجب أن يتفقه الإنسان في دينه ليتدين تدينا سليما وصحيحا. رب إنسان إما أنه يشق على نفسه أو يتهاون في دينه بسبب أنه ليس له علم، وهذا أمر لا بد منه. لذلك كان الصوم فيه أشياء مرافقة، وأهم ما يرافق الصوم هو طلب العلم، لأن الصوم ماشي هو كف فقط، كاين أشياء منها هذا. لأننا نصوم إذا كنا بغينا نصوم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم وكان يطلب العلم، كان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، ماشي غير كان ما ياكلش، كان جبريل يأتي ويدرس مع القرآن، كل راه يدرس القرآن عنه. إذا ما درتش مازال باقي لك واحد جزء من الصوم، مازال ما درتوش، ما حضرتش في دروس العلم، مازال باقي خاصك شي حاجة. كان الصوم مرتبط بالقرآن، بالقرآن. هناك من يكتفي من 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 ربما كاع في رمضان بالتراويح، وكاين اللي يحتاج تراويح ما يكملهاش. السلام عليكم ويجمع له في دي صباطو ويجي فوق هكا يقول لهم انا ثاني بطل. شنو فين افردوا هذا الشهر بالعباده، خليه للعباده. لا انا مشغول، ما عندك شغل، شغلك هو الا كان شي حاجه فيها مرض ولا، اما رمضان فدعه للقرب من الله. اشياء اللي يخرج لها الناس كلها تافهه،
اللي يخلي التراويح ومشي يصلي مشي يتفرج كره هذا معذور، هذا ما عندوش الدين. المغرب غادي يلعب ولا المشرق راه غادي من بعد هذا يلعبوا من اللي خلقهم ربي وما يلعبوا وما مازال في اللعب. تخلي العباده والقرب من الله وتمشي لاش للعب، يكفي انك هاك تسميها لعب، هذاك لعب تخلي معنى انك ما فاهمش هذا الظرف. ما تضيعوش ايها الاخوه في اي شيء، اعطيوا الحق ديال الصيام، ومنه طلب العلم، ومنه قراءه القران، ومنه الجود. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما جوادا كريما، ولكن كان اجود ما يكون في رمضان. في رمضان حينما ياتيه جبريل ويدارس روح كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون جوادا، معنى ذاك الشيء اللي كان يعطيه في الايام هذا يكون جواد، ماشي بالدر ماشي يتلف، ولكن يكون عارف بان هذا شهر بالنسبه الينا هو شهر صيام، هو شهر قراءه القران، هو شهر لصلاه الليل، وهو شهر للبدل. يجي واحد الانسان يقول له شنو بدلت هذا رمضان شنو اعطيت؟ يجي يقول لك ايوا اعطينا شي حاجه الله يقبل، هكذا زعما بعدوا علينا صافي الله، ماشي الله يقبل، سول حاسب نفسك عندك مال اعطيه، ماشي ضروري باش تعطيها هنا ولا، ولكن لابد ان تكون صادقا مع نفسك، لان هذا الاسلام لاحظوا الان احنا في معمل الان هذا الشهر نصنع فيه، فيه احنا نتكلموا على العباده، فيه احنا نتكلموا على الصدقات، نتكلموا على قراءه القران، نتكلموا على لماذا نقول لكم ماشي؟ لان العاده في بعض المرات تطغى على العباده. احنا قاعدين هنا نتكلموا كل واحد راه يقرا القران وكذا كذا، يجي واحد يعاود لواحد اخر جوج يجيو 10 يسلموا ما ماشي حتى قبل غير جوج ركعات ويمشي يخرجوا، يخرج الاول يخرج الثاني، تولي العاده هزمت العباده. في ناس سير هكذا، انت راك تصنع للناس، هذا راه فرصه ما غاديش تكرر. يمكن شحال واحد صاموا معنا العام اللي فات ما صاموش هذا العام ولا لا؟ فخذك انت من هذا سميتو هذا العبات بالدين. اعطي للصيام كل ما يستحق، وهذه انا ذكرتها لك. اما تقول لك غير ما فطرناش هالافطار هالصيام هالامساك هذاك جزء. مثلا الناس يقراوا القران هنا في رمضان عندنا تفتح الاحزاب، كاين اللي ما يعرفش يفتح المصحف وغي يدير هكا ويخرج، فين تمشى؟ راه قاعد يتفرج في صحاب الكارتا، هذا راه انسان مفلس ما يستطعش باش يتقدم، ما يستطعش يربح في هذه، فهذه فرصه للربح. وانا قلت هذا في اول رمضان باش ديروها في البلد ديالكم وتقولون هذا لابنائكم، راه كلكم تغيروا شي حوايج كبار في اولادكم، مع اولادكم وقفوا معهم يقراوا القران في دياركم، وقفوا مع اولادكم مع كذا، سترون ان رمضان سيكون حياه جديده. تعلموا لا هذوك اللي يكذبوا هذوك الطلبه راه ما يدير كذا، خلي هذوك اللي يكذبوا، روح انت عند اللي ما يكذبوش واعطيهم. كاين ايتام ما راهمش يكذبوا، كاين ارامل ما يكذبوش، واقعهم يدل على انهم محتاجون، ولكن ماشي تبقى انت غير مشدد هكا وكل شي واحد يتكلم على الدين تكون انت تهضر انت الاول. تكلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما غاشي، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تخدم، قال لك تنفذ، والامم التي ثبتت الدين ديالها بهذا الطريق الذي يقول سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.